السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاية لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة من احسن الوصفات اللي بنقدمها لكم. الناس اللي هي عندها مناسبة وعايزة تخس في اقرب وقت، شوف معايا الوصفة دي. وصفتنا سهلة وبسيطة جدا، ممكن اي حد ان هو ممكن يقوم يعملها دلوقتي حالا، تمام؟ كل مكوناتها متوفرة في قلب بيتنا، مفيش حاجة اسمها ان هي جديدة علينا ولا حاجة، ولا حاجة ان هي بعيد، لا. وصفتنا سهلة جدا، وطبعا كل وصفاتنا اللي احنا بنقدمها لكم وصفات مجربه ومضمونه، وان شاء الله هتجيب معاك نتيجه سريعه. الوصفه بتاعتنا النهارده يا جماعه بتشتغل على منطقه ايه؟ بتشتغل على الجوانب، الارداف، الكرش، كل الدهون اللي انت العنيده اللي ما بتنزلش معاكي، بالذات منطقه ترهلات الذراعين، الجوانب، كل الحاجات دي ان شاء الله هتنتهي معاكي مجرد ان انت تستخدمي الوصفه بتاعتنا ديت مجرد اسبوع 10 ايام بالظبط، هتجيب معاكي نتيجه ممتازه. نسمي الله ونحط لايك، عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات علشان ناس كتير برضو تستفيد من وصفتنا النهارده. قبل ما ابدا الفيديو كده يا جماعه، اللي عايزاكم توزنوا نفسكم قبل وبعد، يعني عايزاك توزني نفسك قبل الوصفه وبعد الوصفه علشان تشوف ان هي جابت معاك نتيجه ولا لا. طبعا في مننا اكيد يعني ناس كتير عندها معدل حرق بيبقى ضعيف، بالذات الناس اللي هي بتبقى عندها الغده وبيبقى عندها معدل الحرق بتاعها بيبقى ضعيف شويه، فجسمها ما بيحرقش بطريقه يعني طبيعيه. فاحنا ان شاء الله هنعمل لهم وصفه كويسه جدا. الوصفه ديت هتزود معاكي معدل الحرق، هتنزل معاكي كل الدهون، هتسد معاكي كمان الشهيه، هتخلي جسمك ما شاء الله كويس جدا، وهتنزل معاكي وزن كمان. يعني مش هتنزل معاكي دهون بس، لا، هتنزل وزن وهتنزل دهون. الناس اللي هي بتشتكي بتقول انا جسمي كويس ووزني كويس بس انا عندي كرش، الوصفه دي ان شاء الله برده هتاخديها، هتنزل معاكي كل اللي انت بتشتكي منه. لان الوصفه اللي احنا هنعملها مع بعض ديت دي فيها يعني هقول لك تعتبر كده مكنه حرق، مش هتصدق كمان ان هي بتنزل كل الميه والسموم الموجوده في جسمنا، تمام؟ تعالوا بقى يلا نشوف الوصفه بتاعتنا عباره عن ايه. مبدئيا كده يا جماعه هنشوف الوصفه بتاعتنا اول مكون فيها ايه. المكون الاولاني التفاح، معايا تفاحتين زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، تمام؟ هنعمل فيهم ايه؟ هنمسكهم طبعا، هنخرطهم بالشكل ده كده. تابعوا يا جماعة معايا الوصفة للآخر لأن فعلا هتستفادوا منها كتير. هنشيل بس كل الحاجات اللي هي ايه في قلب التفاح ده اهو. ده كده يا جماعه اول مكون التفاح اللي احنا قطعناه معاكم ده. طيب هنشوف مع بعض برده تاني مكون اللي هو زي ما انتم شايفين 3 فصوص ثوم، تمام؟ اهو ده كده معايا 3 فصوص ثوم. بعد كده برده معايا الزنجبيل، هناخد قطعه صغيره كده، ده زنجبيل فريش يا جماعه. مش موجود عندك الفريش ممكن ان انت تستعملي الزنجبيل البودر، تمام؟ وهقول لك برده استعمليه ازاي، بس تابع معايا الوصفه علشان تعملها صح، لان اهم من الوصفه ان انت تعرفي مكوناتها، اعرفي الطريقة ازاي عشان تجيب معاكي نتيجة. هناخد قطعة صغيرة من الزنجبيل، هنقطعها بس كده اهو، ده قطعة صغيرة اهيت من الزنجبيل، هنقشرها كده اهوت وهنشيل كل القشر اللي عليه، وهقول لكم برضه هناخد قد ايه. دي يا جماعة اهيت بعد ما قشرتها، ده كده الزنجبيل بعد ما قشرته، هناخد نص القطعة اللي انتوا شايفينها معايا ديت، ده يمكن كبيرة شوية بس اكيد الكاميرا يعني ممكن تكون ظلمها شوية، ماشي؟ انا هاخد نصها. بقت بالشكل ده كده، تمام؟ هقطعها برضو قطع صغيره كده اهوت. ده كده يا جماعه الزنجبيل اهوت، ده الزنجبيل فريش. هنعمل ايه بعد كده؟ انا معايا طبعا شفشق الخلاط، ده كده يا جماعه معايا شفشق الخلاط، هنحط كل المكونات اللي احنا عملناها شفشق الخلاط، تمام؟ ده كده اهوت، والثوم كمان والزنجبيل معايا كده، معايا كوبايه كبيره فيها ايه نص لتر ميه زي ما انتم شايفين اهوت، ورقتكم برده كده، ده بتاخد نص لتر ميه بالشكل ده كده. بعد كده هنضربهم ونرجع لكم تاني. وده يا جماعه المكون بتاعي بعد ما عملته في الخلاط، هنزله بالشكل ده كده.
ده طبعا مش هيصفى ولا حاجه، هنشربه بالشكل ده كده. ده طبعا حوالي 3 كوبايات. هناخدهم ازاي؟ اهو شايفين بقى عامل ازاي ده كده، يعني ما شاء الله طعمه جميل جدا. محدش بقى يقول لا احط سكر ولا احط عسل ولا اي حاجه، هنقدر باذن الله نشربه بالشكل ده كده، ده كويس جدا. طبعا انتوا عارفين ان ال3 حاجات اللي احنا حطيناهم دول كويسين جدا في سرعه الحرق. معانا التفاح، تفاح ما شاء الله كويس جدا، لا بيتخن ولا بيعمل اي حاجه، بل بالعكس ده فيه نسبه الياف عاليه جدا هيحسسك بالشبع. الزنجبيل هيزود معاكي سرعه الحرق، يخلي جسمك على طول اكنه ماكينه حرق بيحرق. تمام. الثوم برده كويس جدا، ده كلها حاجات مفيده جدا لجسمنا. هنشربها امتى؟ دول يعتبر 3 كوبايات هنشربهم قبل كل وجبه بنص ساعه، هنشرب كوبايه زي ديت. يعني ايه؟ يعني قبل الفطار بنص ساعه هنشرب كوبايه دي، قبل الغداء، قبل العشاء 10 ايام بالظبط، هنلاقي جسمنا ما شاء الله كويس جدا، لا في جوانب ولا في كرش ولا في ارداف ولا في ترهلات في الذراعين ولا منطقه الصدر ولا اي حاجه من الكلام ده كله. اما يا جماعه بالنسبه للناس اللي هي هتسال وتقول ينفع للاطفال تاخدها، عمر 14 سنه ممكن ياخدها يا جماعه، ده كويسه جدا ومفيده. الزنجبيل مفيد، التفاح، الثوم، كلها كويسه جدا، ما فيش منها اي اضرار. الناس اللي هي عندها ضغط ولا حاجه، او الناس اللي هي بتتحسس من الزنجبيل او الثوم، بلاش تاخدها عادي، ما فيش اي مشكله خالص. غير كده ممكن الناس تاخدها، يعني هي كويسه جدا ما فيش منها خطوره، بل بالعكس كويسه جدا وصحيه. تمام. ده كده يا جماعه الوصفه جاهزه معايا. في ملاحظات بس بسيطه حابه ان انا اقولها لكم علشان الوصفه تجيب معاكي نتيجه كويسه جدا. تابعي معايا الفيديو. شرب الميه، طبعا احنا داخل علينا صيف، هنشرب ميه كتير جدا. صدقوني الميه كويسه جدا يا جماعه في نزول الوزن. حاولي ان انت تشربي ميه كتير جدا، على قد ما تقدري تشربي اشربي. لو قدرت تشربي 3 لتر ميه في اليوم او اكتر اشربي، ده كويس جدا، هيفيد جسمك من جهه، هينزل كل السموم اللي موجوده في الجسم، هينزل دهون، هينزل جسمنا بطريقه كويسه جدا. تمام. دي اول حاجه. هنيجي بقى بالليل هنحاول ان احنا نخفف عشان شويه، مش هناكل بقى يعني وجبات دسمه ولا حاجه، لا هنقلب الزبادي على عصره ليمونه، قطعه جبنه قريش، طبق سلطه، الحاجات الخفيفه دي. هنبعد عن النشويات، هنبعد عن الحاجات اللي هي السكريات، نحاول نبعد عن الحاجات اللي هي بتزود جسمنا بسرعه زي السكريات زي ما قلت لكم. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تضغطوا لايك، تشيروا الفيديو، واللي شارك اكتب لي تم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.